شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العلي العظيم. إحدى الأفكار التي تلعب دورا هاما في حياتنا نحن البشر هي فكرة المسؤولية. المسؤولية تقع ضمن دوائر ثلاث. الدائرة الأولى هي دائرة الذات. الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد منا ما لا يعد من الطاقات والإمكانات، وطبقاً لتعبير العلماء هذه الطاقات لا نهاية لها على نحو اللانهائية ألا يقفية، يعني لا يمكن أن يكون هنالك حد معين تنتهي عنده هذه الطاقات. هذه الطاقات الله سبحانه وتعالى يسألنا عنها غدا: ماذا عملت بهذه الطاقات؟ هذا الفكر وهذه القوى البدنية وهذه القوى الروحية، ماذا عملت بها أيها المكلف؟ إذا أنت أعطيت لعامل مالاً لكي يتاجر بهذا المال، بعد ذلك هنالك كتاب وهنالك سؤال وهنالك جواب، كل دينار دينار من هذه الدنانير تسألونه ماذا عملت بها. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل واحدا واحدا منا: ماذا عملت بهذه الطاقات؟ ماذا عملت بهذه الإمكانات؟ ماذا عملت بهذه الثروة التي وضعتها بيدك؟ لا تجوز قدم عبد الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، هذا العمر في ماذا بذلته وصرفته؟
وعن شبابه في مأبلاه. هذه القدرات التي يحملها الشباب يصرفونها في اللهو واللعب، أو أنه يصرفونها فيما ينفع دينهم ودنياهم. هذا كل وراءه سؤال: وقفوهم إنهم مسؤولون. المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليه، لاحظوا هذه الدقة في كل جوانب الحياة. قائد ثورة التنباك، هذا الرجل ينقلون في أحواله السيد الأمين رحمة الله تعالى عليه ومجموعة الذين ذكروا أحواله، يذكرون في أحواله كان دقيقاً، مع أن الملايين كان المرجع الأعلى في عهده والملايين كانت تحت يده، ولكن في أصغر شيء كان دقيقاً، دقة متناهية. الأوراق التي كان يكتبها كانت كما يقولون بحجم راحة الكف. عندما يكتب مكتوب إلى واحد بحجم راحة الكف، ليش تكتب ورقة كاملة لا يحتاج إليها؟ هذا مو بخل، وإنما البخل يظهر في مواقعه. هذا ملاحظة ودقة، يكتب بحجم الكف ثم يبعث المكتوب إلى ذلك الطرف، ولا يقول أحد عن مثل هذا الشخص أنه بخيل. كان يدخن في الصباح، كان يشعل أعواد الكبريت. هذا العلامة الأمين رحمة الله تعالى عليه كاتب في كتاب أعيان الشيعة، راجعوا، يشعل عود الكبريت ويدخن. بمجرد ما يشتعل يطفئه، ما يخلي كله يحترق، ثم يعيده إلى مكانه. ليش؟ لأنه في الليل عندما يريد أن يدخن مرة ثانية، أكو هنالك مصباح في الليل، مصابيح نفطية، كان يقرب الكبريت من الجانب الآخر، الجانب اللي ما اشتعل يقرب إلى الضوء، يشعل الكبريت ويشعل به السيجارة أو الشيء الذي كان يدخنه. كان يقول بهذا القدر أنا أسأل عنه في يوم القيامة، لماذا ألقيت هذا الكبريت بعيداً؟ السيد القمي رحمة الله تعالى عليه من كبار علمائنا، عالم وورع وتقي، واتجهت إليه المرجعية العليا في زمانه لولا أنه عاجله الأجل. هذا كان يقول إذا واحد يشرب شاي وتبقى ذرات الشكر في الاستكان، هذا إسراف. ليش ألقيت هذه الذرات؟ أنتوا لا تحسبوا حساب هذه الاستكانة وهذه الذرات، أنتوا اجمعوا 100 مليار مسلم وكل منهم يصنع مثل هذا العمل، لأن الأشياء لا تقاس بحجمها وإنما تقاس بتراكماتها. كان يقول هذا إسراف. كان يقول أنتوا شايفين واحد يلقي بجونية الشكر برا بالعقد؟ لا، الروايات التي تقول لا تسرف مو يعني لا تلقي جونية الشكر برا، لأن ماكو عاقل يلقي جونية الشكر برا، هو هذا الشكر القليل أنت تسأل عنه يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل
شيء، كل شيء يسأل عنه، حتى هذه النظرة وحتى هذه الكلمة وحتى هذه الفكرة. الدائرة الأولى أن كل واحد منا مسؤول عن ذاته، هذه الدائرة الأولى، المسؤولية الفردية. الدائرة الثانية المسؤولية العائلية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كل واحد مكلف بعائلته، المرأة مكلفة عن أولادها وبناتها، الرجل مسؤول عن أولاده وبناته. الصبح يجب وجوبا شرعيا كما ذكره بعض الفقهاء أن توقظ أولادك واحد واحد لصلاة الصبح، عمل مشكل، لكن الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة، لا بعنف لا بالشدة وإنما بالإقناع، تعال حرك بلطف قوم لصلاة الصبح، أنت مسؤول عن اتجاه هذا الابن وهذه البنت، قلت مو بالشدة مو بالعنف حتى يخلق هنالك رد فعل، وإنما باللطف والإقناع. الدائرة الثانية أن كل واحد منا مسؤول عن عائلته. الدائرة الثالثة أن كل واحد منا مسؤول عن مجتمعه، المجتمع الكبير. هذه الفريضة لا تختص بعلماء الدين، انتم انظروا إلى جميع الكتب الفقهية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يختص بعلماء الدين؟ لا. كما أن عالم الدين عندما يستيقظ صباحاً يجب أن يفكر ماذا يعمل لهذا المجتمع، كيف يهدي الناس، كيف يؤثر في الناس، كيف يقلل من الفساد الاجتماعي. أنا وأنت أيضاً مسؤولين عن ذلك، عندما أنا أقوم صباحاً أفكر في ذاتي صحيح، أفكر في عائلتي صحيح، أفكر في تجارتي ومشاكلي الخاصة صحيح، ولكن أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد يشمل على نحو الوجوب الكفائي كل واحد واحد من المكلفين. إذا كان هنالك شاب ضال في المجتمع، من المسؤول عن هذا الشاب الضال؟ كلنا مسؤولون عن هذا الشاب الضال. إذا أكو فتاة منحرفة والعياذ بالله في المجتمع، من المسؤول عن هذه الفتاة؟ واحد واحد منا مسؤول عن هذه الفتاة. الله يوم القيامة لا يأتي بعلماء الدين ويقول لماذا لم تبلغوا، يأتي بواحد واحد منا ويقول لماذا لم تبلغوا. أنا لا أكشف لكم سراً، هذه المسألة من ضروريات الفقه، واتفق عليها جميع الفقهاء أن الواجبات الكفائية يكلف بها واحد واحد من المكلفين. يجب أن نتوقف قليلاً، هذه التضحيات الضخمة التي قام بها أهل البيت صلوات الله عليهم، لماذا قاموا بهذه التضحيات؟ لأداء هذه الأمانة. النبي مسؤول، الإمام مسؤول،
العالم مسؤول، كل واحد واحد منا مسؤول أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش أفضل حياة في مكة، كان مقدر من قبل الجميع، وكان يعرف لدى الجميع بالصادق الأمين، ولكن عندما تأتي المسؤولية مضى عهد النوم يا خديجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطارد، يهان، يرميه الأطفال بالحجارة في الشارع. ليش؟ لأداء هذه الأمانة، لأن النبي مسؤول. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقضي على بعض الأقوال 14 عام في السجون. ليش؟ إذا كانوا يتخلون عن هذه المسؤولية، كل واحد يفكر في نفسه، حياتي الحمد لله مرفهة وما علي بالآخرين، كانوا يعيشون أفضل حياة. أموال كانت عندهم، ثروة كانت عندهم، الناس كانوا يعزونهم لأنهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المسؤولية هي التي ألقتهم في السجون، وتحمل هذه المسؤولية في سبيل الله. أبناء الإمام الكاظم راجعوا التاريخ، كلهم أغلبهم شردوا في البلاد. تعلمون التشريد يعني ماذا؟ التشريد معناته أن كل كيانك اللي بنيته يروح. أنتم في أيام الأزمة رأيتم معنى التشريد وعرفتم معنى التشريد. التشريد يعني كل كيان الإنسان يروح، هذا معناته، وماكو هنالك جهة تدعمك، يعني لازم تروح. القاسم ابن الإمام الكاظم، لاحظوا هذا الرجل اللي كان مرشح للإمامة القاسم، يعني إذا الإمام الرضا ما كان، من كان الإمام؟ إمامنا الثامن كان القاسم، رجل كان يحبه الإمام الكاظم أشد الحب، هواي كان مقرب للإمام الكاظم، ولكن هذا الرجل لأداء هذه الأمانة الإلهية يشرد في البلاد، يروح متنكر إلى وين؟ يذهب إلى منطقة الحلة، يروح هناك لا يعرفه أحد، يجي عند رئيس القبيلة في الحلة ضيف، يبقى عنده 3 أيام ثم يقوم ليذهب. يقول وين تروح؟ يقول لأنه النبي صلى الله عليه وآله قال الضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. أنا لا أريد الصدقة. قال زين اعمل عندنا. قال ما يخالف. ما العمل؟ يعمل سقاء. الشخص المرشح للإمامة يعني عند هذه الكفاءة، لولا الإمام الرضا، الإمام الرضا في رتبة أعلى منه، لولا الإمام الرضا لكان إمامنا الثامن، يعمل سقاء، يجيب ماء يوزع على الناس. هذا ليش؟ ما كانوا يتمكنون أن يتخلوا عن مسؤوليتهم، وبقي هنالك وبقي والناس لا يعرفونه، وأحس سقاء يعني خادم في البيت، طبعا يهان لا يقدر إلى لحظة موته. في لحظات الموت يجمعهم ويقول لهم إنني أكشف لكم ذلك السر، أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. يقبلون يديه، يبكون أنه ما عرفناك، أنه استخدمناك، ولكن انتهت القضية. هذا الشخص الذي كان يجب أن يكون منارا للأجيال، هذه هي النتيجة. أنتوا لاحظوا التواريخ، أنا أذكر لكم بعضاً من أولاد الإمام الكاظم، شوفوا كيف شردوا في البلاد لأداء هذه المسؤولية. القاسم الآن قبره في الحلة،
وإن شاء الله إذا الله يسر وفتح الطريق إن شاء الله تزورون العتبات المقدسة وتزورون القاسم أيضا في الحلة. عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: من لم يقدر على زيارتي فليزر أخي القاسم. واحد من أولاد الإمام الكاظم أحمد، وين قبره؟ هذا في الحلة، وذلك في شيراز. الذين ذهبوا إلى شيراز لعلهم زاروا قبل هذا الرجل، ويسمى بشاه شراغ. شاه شراغ أحمد بن كاظمي أعتق ألفا سيد الأعاظمي، هذا مشرد إلى شيراز وبقي هنالك إلى أن مات ودفن في شيراز. إسحاق ابن الإمام الكاظم قبره الآن موجود في ساوح، إذا ذهبت إلى قم قريب من قم لعله حوالي 100 كيلومتر ساوح، وقبر إسحاق في ساوح. إبراهيم الأكبر ابن الإمام الكاظم مات مسموماً وقبره في الكاظمية. إبراهيم الأصغر ابن الإمام الكاظم مدفون في كربلاء. السيدة معصومة صلوات الله وسلامه عليها ورزقنا زيارتها زرتموها في قم. الإمام الرضا ابن الإمام الكاظم صلوات الله عليه في مشهد. عبيد الله ابن الإمام الكاظم في الكوفة. محمد ابن الإمام الكاظم في كربلاء. رجل عابد زاهد لم ير مثله في الزهد والعبادة. هارون ابن الإمام الكاظم في طالقان. آمنة بنت الإمام الكاظم في مصر، ومرقدها الآن موجود ولها كرامات. فاطمة الصغرى بنت الإمام الكاظم قبرها الآن موجود في باد كوبة في الاتحاد السوفيتي. بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، شردوهم في البلاد. كان بإمكانهم أن يعيشوا أفضل عيشة، ولكن في سبيل الله تحملوا التشريد والألم والعذاب والغربة حتى يؤدوا هذه الأمانة إلينا. هاي الأمانة اللي وصلت إلينا ما وصلت إلينا على طبق من ذهب، وإنما وصلت إلينا على نهر من الدموع والدماء والأتعاب والمشاكل. إحنا أيضا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الطاقات، هذه القدرات الروحية، هذه الإمكانات الروحية. الله لا يقول خصص كل شيء لأجل الله لأن صعب علينا، ولكن واحد يخصص بعض طاقته لأجل الله. في الأسبوع ليكن لك مشروع خيري، في الشهر ليكن عندك مشروع خيري، حتى واحد يساهم في هذه الأمانة ويؤدي هذه الأمانة. في الحديث المروي عن المعصومين صلوات الله عليهم، الرجل يأتي، هذه الرواية موجودة في الكافي، يأتي أمام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول له: ألم أنعم عليك بالسمع؟ نعم. ألم أنعم عليك باليد؟ نعم. ألم أنعم عليك بالرجل؟ نعم. الله يعدد له هذه النعم، ماذا صنعت بهذه النعم؟ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: فيلتفت يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه فلا يرى شيئا، والعياذ بالله. الإنسان عندما يروح هناك يكون قد قدم شيئا. رجل فقير
كان يعيش في كربلاء، ما كان عنده أموال، وكلما حاول أن يعمل ويتاجر ما نجح. فكر في أن يذهب إلى الهند. الهند في ذلك اليوم كانت مركزاً مهماً من مراكز التجارة العالمية قبل حوالي 100 عام. كل واحد كان يريد التجارة كان يروح للهند في ذاك الوقت، يتجه إلى الهند ويصل إلى الهند بعد أتعاب ومشاق الرحلات البحرية القديمة. الكبار لعله يتذكرون بعضاً من جوانبها. توصل للهند، يبقى هنالك مدة ولا يفتح الله عليه بشيء، ما ينجح، إلى أن ييأس فيفكر في أن يعود إلى عائلته وأهله، ولكن يعود بيد خالية. مو صحيح، يقول خلي أودي لهم هدية. يشتري كم مزهرية، أواني فيها ورود أو ما أشبه ذلك، مزهريات يشتريها وينقلها معه حتى يأتي بها هدية لعائلته. في الطريق السفينة تبحر من الهند باتجاه ميناء البصرة. وقت يطول، أكو هنالك معه في السفينة رجل هندوسي مريض أصفر مصاب بالتدرن الرئوي ويقذف الدم، وضع كلش مو جيد. هذا الفقير الهندوسي المريض أيضا عنده مزهريات، مزهريات عتيقة وصخة، وكان يقذف فيها ماء فمح. وتطول السفرة مدة من الزمن إلى أنه في يوم من الأيام الهندوسي يموت. ما يمكن أنه يخلوه حتى يوصلون إلى ميناء البصرة، يأخذوه ويلقونه في البحر. القاعدة الفقهية في الأزمنة القديمة أنه إذا واحد مات في السفينة وما يمكن الحفاظ عليه، كانوا يثقلون رجله بشيء ثقيل ويقذفونه في البحر، لأن ماكو طريقة ثانية. يلقونه في البحر، بعدين يجون إلى أمواله اللي كانت عنده يقسمونها ويأخذونها. يأتون إلى المزهريات يأخذون مزهريات هذا الرجل، لأن مزهريات نظيفة ولطيفة، يأخذونها ويتركون له تلك المزهريات مال الرجل الهندوسي. هذا يقول هذه مو مالي، تلك مالي، ما يقبلون كلامه. بالنتيجة يصلون إلى ميناء البصرة. هذا الرجل يرفع هذه المزهريات مال الهندوسي، يراها ثقيلة جدا، فيشك في القضية أنه لا يكون شيء في القضية. يأخذها ويذهب إلى مكان منعزل ويحفر فيها التراب اللي موجود، وإذا به يجد أنها مليئة بالليرات الذهبية. يقول هذا لعله رزق ساقه الله إلينا. لكن رجل متشرع يجي إلى كربلاء، يروح إلى أحد علماء كربلاء، يقول أنا وجدت هذا المال وهذه القضية، شنو حكم هذه الأموال؟ العالم يقول له هذه الأموال لك. لعله بعنوان الاحتمال التخريج الفقهي أن هذا مال مجهول المالك، لأن هذا الهندوسي مات، منو أهله، منو عائلته، ما يمكن الوصول إلى عائلته في الهند، فمال مجهول المالك. شنو حكم المال المجهول المالك؟ يعطى للفقراء بإذن الحاكم الشرعي، وهذا العالم أذن لهذا الفقير في هذه الأموال. شنو سوى في هذه الأموال؟ أخذ هذه الأموال وكلها سواها قصور وبساتين؟ لا، رجل كان يفهم، كان يعقل، واسمه الحاج علي شاه، الآن معروف، لعل أكثر اللي كانوا يعيشون في تلك المناطق يعرفونه. أخذ قسم من هذه الأموال
واشترى لنفسه بيتا ودكانا وكذا، ومعظم الأموال المتبقية بنى بها مؤسسات خيرية، بنى بها مساجد، بنى بها حسينيات، بنى بها حمامات عمومية مجانية للفقراء، وأوصى وصية مطولة للفقراء. الحاج علي مات، ثروته ذهبت، من الذي بقي له؟ اللي بقي له هذا العمل، ونكتب ما قدموا وآثارهم. إحنا في الواقع يجب علينا أن نفكر أن نقدم شيئاً لله. الفقير الذي تعطيه مالاً قدمته لله، وقدمته مو لله، الله لا يحتاج، قدمته لنفسك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حتى واحد عندما الله سبحانه وتعالى يقول ما الذي فعلت، يقول يا الله طبعت هذه الكتب، صنعت هذه الحسينية، هديت هؤلاء الشباب، ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا يرى شيئا، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتعرف على وظيفتنا الدينية، وأن يوفقنا لتحمل هذه المسؤولية. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، وارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالله.